قبل عام لم تكن هؤلاء الفتيات قادرات على إكمال تعليمهن الأساسي في هذه المدرسة بمديرية المنصورية محافظة الحديدة، حيث كنا يتوقفنا عند نهاية المرحلة الأساسية. وبالإضافة إلى العادات والتقاليد التي ظلت ترزح تحتها الفتيات، هناك ظروف مجتمعية تمنع الفتاة من إكمال تعليمها وتجعلها واقعة بين فكي الجهل والحرمان، لتغدو محرومة من التعليم وهو أبسط حقوقها. بعد جهود حثيثة لمنظمات المجتمع المدني، دأبت مبادرات شبابية برعاية مؤسسة طيبة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف للتوعية من خلال إرسال رسائل توعوية وإقامة أنشطة مجتمعية وجدت أثرها في تحفيز الأهالي على الدفع ببناتهم لمواصلة التعليم. نقص الكادر التعليمي والفصول الدراسية بالإضافة إلى انعدام الكتاب المدرسي معوقات واجهت أهالي المنطقة، الذين تكاتفت جهود بعض المساهمين منهم ليضيفوا فصلا دراسيا إلى الفصول الموجودة في هذه المدرسة، ما مكنهم من استيعاب عدد أكبر من الطلبة وشجع الطالبات على مواصلة التعليم.